المهندس عادل المغربي أحد رموز الديكور السينمائي لأكثر من 35 عام، تاريخ ممتد من المشاركة في أهم الأعمال السينمائية والدرامية. هو أول من بنى حارة وقصر داخل استوديو، صاحب رؤية ونظرة عن دور البناء والتكوين في نقل روح الشخصية والحدث. العمل مع قامات وأساتذة الديكور ساهم في تكوين شخصيته السينمائية. يحترم الوقت ولا يؤمن أن الفن مجرد مهنة، بل يعتقد أن الفنان يجب أن يقع في هوى المهنة. مهندس عادل، اولا شكرا على الاستضافه في المكان الجميل اللي يشبه كل فنك، ومبسوطين قوي ان حضرتك معانا النهارده. اهلا وسهلا بيكم ونورتونا. طبعا احنا طول الوقت في شغل عالي بنفتش على كبارات الشغلانه، بتبقى من الحاجات الجميله والمبهجه ان الكبار يحتفظون بهذا القدر من التواضع. اول حاجه لاحظتها في الحوار مع حضرتك انه مسيرة طويلة جدا جدا جدا، يعني ما اعرفش حتى نقدمها في كلمتين، لكن غنية، وفي نفس الوقت حضرتك عندك رؤية في فكرة استمرارية التعلم. انا نفسي ابتدي بيها، لانه الهندسة او فن الديكور زي اي فن، بس هل القامات الكبيرة اللي تحققت لسه بتتعلم وبتذاكر وبتطلع على امور جديدة ولا لا؟ دي قضية كبيرة جدا وبنعاني منها الجيل الجديد. اولا مهندس ديكور اساس شغلته هو الرؤية، انه يشوف بشكل دائم متغيرات الحياة. احنا كل يوم في متغيرات في شكل الديكور. خلينا نتكلم بشكل الديكور عامة، وبعدين نتكلم على السينما والتلفزيون خاصة. الديكور كل 3-4 سنين بيظهر موضة جديدة وبتنتهي الموضة القديمة، فده معناها ان احنا نفضل دايما في صراع او في سباق مع الجديد، نشوف ايه الجديد اللي بيحصل في العالم كله، نبقى ابديت باللي بيحصل، نضيفه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان مهندس ديكور لازم عنده مساحه من الابتكار لاضافه الجديد، فهي الذوق العام بيختلف بشكل دائم، وطول ما احنا موجودين هيختلف مش هيقعد. يعني عندي سؤالين في بعض اقسمهم قد ما اقدر. اولا انه احنا تنوعنا الثقافي ده كغنى، بس الحقيقه انه احنا مختلفين قوي، يعني بيوت المصريين مش شبه بعض خالص، رغم ان تقريبا معظمنا بنعيش في نفس المساحات. فهو ايه اللي بيحكم اختلاف الذوق الجامد ده؟ ومش بتكلم عن القريه والمدينه، لا بتكلم عن حتى اذواق الناس في عماره واحده، في مبنى واحد. لا لا بالعكس، هو هنا في قضيه كبيره جدا، وهي قضيه الذوق باختلاف البيئة. يعني مثلا الراجل اللي عايش في بيت شعبي في حتة شعبية، هو عنده ذوق بمفهومه هو. أيوة. اللي تكون على مدار سنين هو عاشها تجارب، ده ما بيعفهوش من ان يبقى فيه لمسة ذوق او حتى لمسة جمال خاصة بالست. خاصة وخاصة ببيئته هو. ست البيت بتحط جمالها وجمال مفهومها ناحية الذوق بمفهوم وأدوات متوفرة ليها. يعني مثلا كنا نشوف في البيوت الشعبية ست البيت تعمل تزين الرف بتاع المطبخ بورق الجرايد وتقصه على شكل على أشكال. طبعا ده مفهوم ست البيت واحنا نتقبله في المنطقة دي، نتقبل جمالها هنا. الراجل اللي في الريف احنا بنتقبل جماله لما بيحط النورج بتاع اللي بيسقوا بيه الزرع ويلونه بألوان بدائية بسيطة، بيوت النوبة مثلا. بيوت النوبة برغم انها مبنية بالطوب الني، ولكن لمسة الجمال الفطرية رائع. هو ده اللي بيختلف من مكان لمكان، فكل مكان ليه مفهوم جمال وليه ذوق بيختلف. قبل ما اسيب النقطة دي، ينفع بس اقول حاجة؟ انا مستمتعة بالكلام، مش عايزة اقطعك خالص، بس هل ده كمان، وهنقل بس على السينما بسرعة وارجع، انه وهل ده كمان كان السبب انه ساعات نشوف فيلم في سينما فيصور البيت الفقير فقير قوي فنكتئب؟ حتى الاماكن الفقيره فيها جمالها، مش كده؟ طبعا يعني طبعا فكنا الشباك، لانه ساعات بعض الناس تفتكر ان كلامنا عن الذوق والجمال والديكور والنظافه ليها دعوه بالغنى والفقر. لا، هي الجمال والذوق
والنظافة ملوش دعوة بالغنى والفقر. ولكن اللي بيحصل في السينما ان احنا بنتعامل مع شخصيات حالة درامية. يعني انا مثلا لو انا بتعامل مع حالة درامية ومفهومها ومجنون الشخصية، مهندس ديكور السينما معلوماته الاولى والاخيرة من هو المجتمع شايفه. عشان كده مهندس الديكور لازم يبقى متميز بانه عينه كاميرا فوتوغرافية، لو ما اتاحش ليه انه يصور ممكن يبقى ماشي في الشارع فيشوف حد عامل حاجة بشكل جمالي يضيف له فكرة، ممكن يبقى واحد قاعد بيبيع شوية بقدونس ولكن هو عامل لنفسه تفاصيل. جمال، عامل جمال لنفسه، حاطط المفرش بطريقة ومقصه بطريقة وراصص الحاجات بتاعته بطريقة، حتى بتاع التفاح اللي في الشارع. أنا بقى بحب أتفرج على البلكونات يا باشمهندس. والبلكونات طبعا البلكونات بتقول لي عن أهل البيت، أحب أشوف البلكونة والشباك. البلكونات برضو من ضمن العناصر المهمة جدا، وخاصة في الأحياء الشعبية. وده بقى هرجع لحضرتك إن اللي بيجيبه مهندس ما بيعملوش كده، ما بيلاقوش الجمال ده، ما بيعملش. يعني مهندس ديكور مش هقعد يحط له كم من التفاصيل في البلكونة وزرع محطوط على السور وطريقة الزرع نفسها والكشبو بتاع الزرع معمول ازاي بالشكل البدائي ومتجمل ازاي. اعتقد في مهندسين ديكور ما يجرؤوش ان هم يعملوا ده في الحقيقة. ما يروحوش للتفاصيل دي. ايه رأيك في الكراكيب؟ احنا عندنا كمصريين ثقافة اقتناء الكراكيب. نغيرها ازاي؟ يعني عندنا دايما، وده على فكره مش موجود بس في الاحياء الشعبيه، ده حتى في الاحياء الراقيه. عندنا حب الامتلاك للاشياء، وده ناتج من مفهومنا للعلاقات. انا برتبط بحاجه فبحاول احتفظ بيها اقصى ما يمكن. في عندنا العاطفه عاليه شويه بتغلب على المجتمع كله، وده اللي بيخلينا بنتمسك بالاشياء اللي ليها ذكريات. مش عايز تقول كراكيب بس انا هي كراكيب، هي كراكيب بس هي بيبقى ليها ذكريات. وعاده احنا برضو في المجتمع كل حاجه بتطلع بتتوظف، فدايما عندنا مفهوم ان هنعوزها في يوم من الايام. هنعوز علبه الحلويات دي عشان نعملها علبه خياطه ونحط فيها الابر والبكر. هنعوز دي اعاده التدوير بتاعه. هنعوز نتيجه، حتى النتيجه القديمه. يعني النتيجه القديمه هنعوزها في يوم، ما اعرفش هنعوزها في ايه، بس هي ثقافه. واعتقد ان مهم ان احنا نتخلص منها، بس ما مش سهل. يعني بحاول اهرب من ان انا اتكلم عن السينما لان احنا عايزين نتكلم كل الناس، لكن عادل المغربي، مهندس عادل المغربي الاسم الاشهر في عالم السينما على مدار اجيال عدت. المشوار اللي ابتدى مبكرا جدا وكان غني جدا وخلى حضرتك تتابع مراحل تطور السينما صعودا وهبوطا بقى كل حاجه حصلت فيه، ينفع توصف لنا الجيل الذهبي في صناعه ديكورات السينما كان امتى؟ طبعا انا اسعدني الحظ ان انا اشتغلت مع ما يسمى الجيل الذهبي، وهم شادي عبد السلام، صلاح مرعي، أنسة وسيف، مخترع بالجواد. دي بقى الصورة كانت تتكلم والإضاءة بتتكلم. طبعا عندهم تفاصيل، وأنا اشتغلت بشكل شخصي مع شادي عبد السلام مع حفظ الأرقام. اتعلمت منهم يعني إيه سينما، يعني إيه جمال، يعني إيه نهتم بالتفاصيل. الاهتمام ده هو اللي بيولد معرفة، وهو اللي بيولد خبرات، هو اللي بيولد نجاحات. اعتقد ده الجيل الذهبي لصناعه السينما. عندي مشكله حقيقيه دلوقتي وانا بتفرج على الدراما، انا مشاهد مش متخصص، اني بشوف طول الوقت بيوت فخمه جدا وحاجات مبهره جدا جميله بمنطق الجمال، لكنها ما تشبهناش. ايه رايك في الحكايه دي؟ صلح لي لو انا غلطانه. لا، هو ظاهره عالميه. ويمكن لان حتى البيوت في اوروبا البسيطه منها حلو، فاحنا بنتخلى عن بيئتنا شويه، فبنحاول نجمل اكثر من اللازم او اكثر من الدراما. وده مفهوم خاطئ على فكره. اوكي. يعني انا شايف ان احنا كصناع سينما المفترض ان احنا بندي كل حاجه حجمها. لو انا بعمل، مش لازم ابين قدراتي قوي، بس انا اختار لو انا بعمل حاجه
اختار ايه عناصر الجمال اللي فيها عشان احققه. زمان احنا كنا بنعمل مجهود عشان نوصل لمعلومه عشان نوصل لحاجه، فلازم ننزل وندور على الكتب ونشوف الاماكن ونعيش مع ناس. النهارده بقى اي حد عاوز ديزاين بيخش على النت ويطلع، فبقت الحكايه كلها فيها نوع من الاستسهال. مش اسهل، فيها استسهال. هي بقت اسهل بس احنا بنستسهل. يعني اقصد الوصول للمعلومه اسهل. يعني لغايه النهارده مثلا انا لما بيجيني فيلم او بيجيني مسلسل لا لازم انزل في اماكن حقيقيه واشوف واعاين مره واثنين وعشرة لغايه ما استقر على مكان ما وابتدي اخد المخرج اوري له. يعني احنا مثلا عملت مع خالد يوسف مثلا فيلم كف القمر، مع يوسف نصر الله لما عملنا باب الشمس او جنينه الاسماك، كنا بننزل ونشوف اماكن ونختار ونشوف الناس بتتعامل ازاي. لما عملت دم الغزال مع محمد ياسين، وفيلم اعتقد ان هو من الافلام المهمه، احنا كنا يوميا بنلتقي في حي الامبابه والكتكات قبل الفيلم. قبل الفيلم قعدنا مثلا قعدنا شهرين او ثلاث شهور يوميا بنلتقي في الاحياء الشعبيه، نشوف الناس بتتعامل ازاي مع الاشياء، نشوف عناصر الجمال، نشوف الناس بتلبس ازاي وبتتكلم ازاي وبتتعامل ازاي، واللي بيحط في بلكونه زي ما حضرتك قلتي بيحط فيها ايه وليه وازاي يوصل للشكل الجمالي ده. اعتقد ان احنا مفتقدينه دلوقتي في الجيل الجديد، انه بقى عنده نوع من الاستسهال في انه يحط فكرة او انه يعمل مجهود عشان يوصل للشكل المطلوب. بسأل حضرتك يا باشمهندس باختصار بناء على الكلام اللي حضرتك بتشاركنا بيه، انه ازاي الديكور في السينما هو ترجمة للشخصيات مش العكس. في البيوت ينفع يبقى الديكورات كده؟ ينفع نفكر او مهندس الديكور يفكر ان البيت يبقى شبه شخصيه اصحابه؟ هو ده طبعا سؤال ذكي جدا. هو لازم يكون شبه اصحابه. انا علاقتي بالديكور في الانتيريور بتنتهي بعد ما بسلم. ايوه، لكن هم ممكن يقعدوا في سنين طويله. انا ما اقدرش احط الوان هم مش حابينها، ما اقدرش احط اكسسوار او ستايل شغل هم مش حابينه. فالمعطيات اللي انا بعملها او لازم اخدها من اللي هيسكن اللي قاعد، هو بيحب المودرن ولا بيحب الستيل ولا بيحب الاندستريال، فهو بيوجهني. نمره واحد، دور مهندس الديكور عامل زي خلينا نقول زي الترزي. هو بيفصل الفستان اللي على ذوقه ومقاسه، مش على ذوقه هو، على ذوق العميل. على ذوق العميل. هو بيعرف، ولكن هو يوظف ازاي الداتا اللي عنده. بذكر المعطيات بقى اللي بناخدها من الناس، الى اي مدى تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيفنز او المعطيات اللي ممكن تتقدم للماشين ممكن تبقى بتحد الابداع؟ احنا عندنا مفهوم خاطئ ناحيه التكنولوجيا والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا مش ان انا انقل، ولكن هي بتفتح لي افكار. انا كمهندس ديكور ازاي اوظف التكنولوجيا في طريقه الابداع مش في النقل. في فرق كبير جدا. يعني النهارده انا ممكن اعمل الديزاين اللي في دماغي على ال 3D. ده مش معناه ان انا انقل 3D موجود من بره في مكان تاني. لا، هو ده مش الابداع. في رحله العمل بتاعه حضرتك وتحديدا الديكور السينمائي، الاكثر يعني شخصيتين بيتزامن شغلهم مع شغل حضرتك المخرج ومدير التصوير. ايه اكتر حاجه تريحك اذا حصلت او شكل التناغم ما بين الثلاثي ده اللي يطلع شغل حقيقي يخدم الدراما؟ طبعا في تجربة حصلت معايا أو تجربتين حقيقة. تجربة حصلت مع محمد ياسين ودكتور محسن أحمد، إن إحنا كنا بنرسم الكادرات بشكل دائم. يعني كان معظم التصوير بيتم في ديكور حارة تم بنائها للفيلم. أنا ومحسن أحمد بدأنا نصور الحارة دي كل يوم من الصبح من الفجر للمغرب، صور فوتوغرافية عشان نعرف ايه احسن وقت التصوير كل زاوية.
ودي كانت تجربة فريدة. يعني دي ده الثلاثي هو المخرج طبعا محمد ياسين حد جميل. ازاي نقعد نرسم كادراتنا ان الكادر ده يقول لي هنصوره دلوقتي اقول لأ ده انسب وقت لي الساعة 3. يبقى استخدام الاضاءة زي استخدام الاضاءة مع المخرج ومهندس الديكور. وده حصل مع يسر نصر الله وحصل مع شوق المجري واحنا بنعمل نابليون والمحروسة. كنا بنختار الكادر ونستنى لغاية ما الشمس اللي احنا عاوزينها تيجي فنقول الكادر ده هنصوره المشهد ده هنصوره الساعة 3:30 المشهد التاني هنصوره الساعة 4. وده كان اللي بيعمله شادي عبد السلام لما عمل الموميا انه رسم كل الكادرات وريفرنس فيلم الموميا ده احنا لحد دلوقتي بنتفرج عليها لان واحد فعلا بقت حاجة تدرس مدرسة يعني مدرسة إن ازاي المخرج رسم كل كادرات الفيلم ولو حضرتك شفتي الرسومات والفيلم مش هتلاقي فيه اختلاف. دي من التجارب المهمة جدا. الثلاث تجارب دول كانوا بالنسبة لي من الأعمال المهمة ده وحاجة مؤثرة وفضلت في تاريخ السينما يعني. حضرتك بتدرس في معهد السينما أكتر حاجة تلفت نظرك وتشوفها إيجابية قوي في الأجيال الجديدة وأكتر حاجة بتخاف عليهم منها؟ أنا يعني يهمني جدا في مهندس الديكور إنه ما يتوقفش عن الابتكار. لو استسهل واتجه ناحية السوشيال ميديا تطلع كل حاجة شبه بعض. احنا في برامج مثلا بنشوفها كتيرة نلاقي الديكور قريب جدا من بعضه ده لان المصدر اللي هم نقلوا منه واحد. حلو. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان مهندس الديكور لازم يستفيد من تجارب اللي قبليه مش ينقلها. يعني لازم يستفيد بالتجربة ويطورها. هل احنا يمكن الجيل الحالي عنده طول الوقت تحدي الميزانية؟ تحدي الميزانية اللوبج دايما كده اللي بيشتغلوا في المجال عارفين الجملة دي. وبذكر البادجت ايه الحاجة اللي حضرتك تتحمس تشتغلها حتى لو لوبجت والعكس لو حاجة بادجت عظيمة بس ما احبش اعملها؟ لا هو طبعا الاعمال التاريخية بتستهويني جدا. يعني خلينا اتفق بس على حاجة مهمة جدا ان كل المنتجين في مصر ما عندهمش ميزانيه للديكور. بجد اول كلمه بتتقال يعني اول كلمه بتتقال انا عاوز ما عنديش ميزانيه فعاوز تلملي الميزانيه. ده دور مهندس الديكور. احنا بنتعامل مع منتج مش حقيقي. يعني انا لما بعمل فيلا انا مش بعمل فيلا حقيقيه انا بعمل فيلا تبدو حقيقيه بالظبط لكن هي بخامات غير حقيقيه. فدي عبقريه مهندس الديكور. طيب دي حاجة مريحة جدا اللي حضرتك بتقوله لأنه ما ينفعش نتحجج بالميزانية القليلة ونطلع حاجة مش حلوة وفي نفس الوقت ما ينفعش نبخل قوي على الديكور لأننا مش شايفين عنصر مهم. لا هي لازم يبقى في موازنة. الموازنة ديت لازم يبقى ليها إبداع طريقة إبداع طريقة إخراج للمشهد ككل بأقل إمكانية طبعا. اي مهندس كوري يتمنى ان يبقى فيه ميزانيه ولكن انا اللي يهمني اكتر من الميزانيه هو الوقت. ان انا يبقى عندي وقت اعمل ديكوري. يعني انا لو بعمل ديكور في اسبوع ومعايا 1,000,000 جنيه وبعمل ديكور في 15 يوم ومعايا 500,000 جنيه ده افضل لي. لان هنا مساحه الابداع بتبقى احلى. طريقه التفكير بتبقى اهدى. مش عاوز اخلص بسرعه. الفينيشنج بيبقى مظبوط. فأعتقد الوقت أهم من الفلوس. الاتنين مهمين بس الوقت أهم من الفلوس عشان الفن. احنا في ختام لقائنا كده بنعمل دايما حاجة كده مع كل الضيوف اننا نلعب لعبة التداعي الحر. بنقول شوية كلمات أعتقد ان ليها واقع خاص عند حضرتك وشاركنا بأول حاجة جت على بالك لما سمعت الكلمة دي. طبيعي يعني لازم أول حاجة أسأل حضرتك عنها السينما. السينما دي عالم سحر. بيخطف المهنة. لو الإنسان خدها على إنها وظيفة أو مكانة اجتماعية مش هيحقق نجاح. لكن لو المهنة دي كانت إبداع كانت هواية أعتقد إن مهندس الديكور الأنجح في مجال السينما وفي تاريخ السينما هو اللي تعامل مع المهنة على إنها هواية. الصنعة افتكر صلاح وانسي. ان لو حضرتك دخلتي
الديكور اللي فيه صلاح مرعي او انسه وسيف لا يمكن تكتشفي مين مهندس الديكور من وسط العمال. فطبعا دوت ده اللي عمل صلاح مرعي وده اللي عمل انسه وسيف وده مستوى تاني من مستوى الفن دي. هو يتعاملوا مع الحيطه على انها لوحه بس لوحه كبيره شويه فبيهتم بكل جزئيه في المكان. كل قطعه اكسسوار بتتحط هو منقيها ومختارها هي دي الصنعه الحقيقيه. الانسان لو وصل ليها هيحقق نجاح كويس. اخيرا النجاح تعريفك للنجاح مكافاه مكافاه طبعا النجاح مكافاه لكل مجتهد مصري. انا بشكرك اللقاء ده بالنسبه لي برضو مكافاه حلوه وفرصه حلوه جدا. بشكرك جدا جدا على الوقت الممتع ولانك واحد حقيقي من الناس اللي بتعمل انا استمتعت جدا والحمد لله يعني الواحد بيبقى نفسه يطلع حاجات كتيره من جواه واشكرك على اللقاء. انا بشكرك شكرا.